بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. تعالوا نعمل مع بعض شكل الهلال ده مع العروسه، فياريت تتابعوني للاخر وياريت ما تملوش من الفيديو ده بصراحه، لان في حاجات كتير كانت واقعه مني انا مصوره من زمان جدا، وهتلاقي برضو امكانياتي ما كانتش قد كده في الاول، ما كنتش بعرف قوي اخد بالي من كل التفاصيل. اول حاجه انا عملتها هو انا رسمت هلال على ورق، ده ورق جوخ ابيض، ورق سوري قماش جوخ ابيض. القماش الجوخ الابيض ده بيتجاب من عند اي محل بتاع القماش، تمام، او في العتبه، بمعنى اصح في العتبه هتلاقي موجود جدا مكان للخوش للجوخ بكل الوانه. اول حاجه انا رسمت طبعا الرسمه اللي احنا عايزين نقصها بالرصاص عادي، بس شفتوا انا بحاول ايه، حتى لو هي مش مظبوطه بحاول اعدلها تاني، يعني عادي جدا مفيش اي مشكله، كده كده قماش وهنخيط ايه، هنخيط ناحيه القلم الرصاص ده، تمام. بصوا هتلاقوني ايه، عماله احاول ان انا اعمل هنا، لا هعمل هنا دوران مش تبقى مربعه قوي. وبعد ما رسمت الهلال انا عايزه هرسم النجوم، بس مش عايزه رسمه النجمه تبقى حاده قوي. بصوا انا ايه، عملت الدوران بدل ما يبقى الزاويه بتاعتها قايمه قوي او حاده قوي، لا انا عامله لها دوران شويه في النجمه. فانا رسمت واحده، وبالواحده دي هقيس على كذا واحده على عدد بقى اللي انا عايزاه. النجوم دي انا هعملها حروف البنت، اللي هي يعني الحروف للهديه دي، ممكن طبعا تقدموها هديه، ممكن تعملوها في اوضه البيبي، زي ما انتوا عايزين، بس هي كانت هديه راح هديه لحد، فكنت عايزه اقول لكم يعني هنعملها بسبب الحروف. مثلا اربع حروف خمس حروف بتعملوا اربع نجوم خمس نجوم. احنا بقى هنحتاج، طبعا احنا كده عملنا طبقة واحدة بس من الهلال، هنحطها برضو ونعمل طبقتين من الهلال، وهنعمل بقى يعني هنضاعف كل حاجة، تمام. هنضاعف كل حاجة ازاي؟ يعني مثلا عايزين خمس نجمات، يعني هعمل 10 نجمات لان هيبقوا طبقتين وهنخيطهم ببعض، تمام. والهلال برضو احنا عاملين هلال واحد، هنحطه على القماش تاني وهنعلم وهنقص. انا طبعا اختصرت شوية حاجات كده في الفيديو، بس اهم حاجة المعنى يكون واضح عشان ما اطولش عليكم الفيديو جدا، فيديو 14 دقيقة، وحاولوا ايه تستفادوا على قد ما تقدروا من الفيديو ده، مدي كذا فكرة ومدي كذا حاجة ممكن تستفادوا بيها، وكذا شكل وكذا نوع حاجة، يعني في القص وكذا حاجة مع بعض، يعني قص ورسم، وكمان في ايه تاني يا ربي، والكتابة الحروف وكمان الالوان، فيها كذا حاجة كده فنية نحاول احنا مع بعض نقدر نعملها، وكمان العروسة كمان لما تتعمل. فانا كنت عايزه المربع الصغير البينك ده، تمام. فقصيت بقى من القماش البينك ده جوخ برضو، فهقص منه العدد بقى اللي انا عايزاه، عدد الحروف اللي احنا عايزينها هنقصهم مفرد، مش لازم، مش هنحتاج زوج تاني. ليه انا بعمله مربع كده؟ المربع ده علشان اقدر ارسم فيه في حدود الحرف ده، يعني عايزه ارسم حرف الاف الاي الام، فعايزه ارسمها بدل ما يبقى حرف ايه تخين وطويل وقصير والكلام ده، لا طب ما احنا ممكن اقطع مربعات صغيره حجم الحرف اللي انا عايزاه وارسم الحرف فيها، يبقى انا كده عارفه حدود الحرف ايه. والله بقى كان ام كان ال كان تي، اهو هو حدوده دي، تمام. فانا هقص بقى على قد الحروف وهبتدي بقى ارسم بالراحه، مفيش اي مشكله لو انتوا غلطتوا، انا كده كده برسم، والله ما ظبطش معايا الحرف كده كده وانا بقص تلاقيني بقص حاجه تانيه، يعني هو الواحد ماشي، انا كده مثلا رسمت حرف الاف ما كانتش مظبوطه قوي، فتلاقيني وانا بقص كده بعدل فيها كده تين تين تين، تمام. اللي مش عارف ممكن يقص، ممكن يطبع حروف، يعني اطبعوا الحروف وقصوها عليها بدل ما ترسموا على القماش، اطبعوا مثلا حرف الاي والام المقاسات اللي انتوا عايزينها طباعه عاديه، اللي هي الطباعه الاي 4 العاديه اللي هي نص جنيه دي او بجنيه، الطباعه الورق العاديه، وبعدين بقى حطوها على مكان الحرف وقصوا بقى. ممكن يبقى دي الفكره دي اسهل بالنسبه لكم اكتر ما ترسموا، الناس اللي مثلا ما بتعرفش تظبط ايديها في الحروف، عشان بتبقى في حروف مثلا بتبقى صعبه شويه. انا حبيت على قد ما اقدر حتى الحروف هي عاديه، انا ما حبيتش بقى احول في الحرف ولا يبقى خط او حاجه، الخط التقليدي العادي. اتمنى يكون الفيديو لذيذ ولطيف. شفتوا
ظبطته الاف مش زي ما انا ظبطتها، بس هنحاول على ما نقدر ايه بنقصها. انا قصيت الكلمه كلها، هبتدي بقى الزقها. العازي خياطه مفيش اي مشكله، انا قلت اسهل الحرف ان هو يتلزق في النجمه. في ناس بتخيطها الخياطه، وبعدين هي في ليها غرزه معينه، مش خياطه بس، هي ليها غرزه معينه. بالنسبه لي اسهل الشمع، كده كده احنا هنخيط النجوم، كده كده هنخيط الحرف، هنخيط الهلال، فالموضوع هيبقى صعب شويه. سامحوني بقى زي ما قلت لكم لو في اي حاجه في الفيديو مش واضحه، بس حاولت على قد ما اقدر ان انا والله يعني اوضح الفكره او فكرتها عامله ازاي. العروسه بقى دي يا جماعه، العروسه هتشوفوها في فيديو تاني، لانها لوحدها خدت برضو حوالي 14 دقيقه 15 دقيقه، وحاولت ان انا برضو اضغط على قد ما اقدر، الموضوع كان صعب جدا. فعشان ما اطولش عليكم الفيديو ده، فهعمله لكم اول ما تنزل، هنزل لكم في صندوق الوصف، شوفوا الفيديو العروسه وشكلها اتعمل ازاي. انا برضو جبت جوخ اسود، حبيت ان انا اعمل بيه بقى شكل الايه، انا عايزه اعمل عين ورمش والبق والكلام ده، فعادي بقى اللي هو حبيت ان انا اعملها زي دوران او قوس رفيع جدا زي الفكره دي كده، من القماش الجوخ الاسود. برضو انا لقيت البق شويه تخين، فحبيت ان انا رفعته شويه، وبرضو الرموش محتاجه تتعمل. انا بقص بطول زياده مش مشكله، علشان اساوي بقى يعني زياده هيتقص قشطه ساعه لما الواحد بيجي يلزق. انتوا بس هتاخدوا، هي مش هتاخدوا وقت، بس هي على قد ما تتظبط. انا بظبطها الاول قبل ما الزقها، تمام. برضو انا بقص سايبه حته زياده علشان اشوف الدنيا هتمشي ازاي، عشان العين برضو تبقى شكلها حلو، يعني ما تبقاش مش لطيف. انا بقى هنا هعمل، بصوا انا تنيتها لجوه إيه، عشان هعمل قلب. يعني انا هعمل ايه، نص قلب، ما اجي ارسم نص القلب، يعني انا بتنيها وبعمل نص القلب يقوم يجيب لي القلب، تمام اهو كده كده. يا رب بس تكون واضحه، لاني انا بذكائي ما كنتش عارفه اظبط الكاميرا مكان ايدي، ايدي كانت بتروح وبتيجي بقى، والدنيا كانت بايظه معايا. فهعمل بقى كده بكل الالوان اللي انت عندك من الجوخ. الجوخ ده المتر منه ايام ما كنت انا بجيبه كان ب 10 جنيه، حاليا بصراحه انا مش عارفه هو بكام بامانه يعني، بس ممكن يعني ممكن من يتراوح من 10 ل 15 جنيه مثلا، يعني في الحدود دي. مش عارفه ايه الاصوات دي يا جدعان، ما علينا. بصوا الخياطه انا مش عارفه هي واضحه ولا لا، عشان القوس الهلال مش عارفه ليه مسميه قوس، هخيطها ازاي. بصوا يا رب تكون واضحه، الموبايل ما كانش قوي فالدنيا مش كانت مظبوطه. ما علينا، انتوا ممكن تجيبوا الصوره للخياطه دي من على النت وتحاولوا انتوا تظبطوها يعني، بس انا حاولت قد ما اقدر ان انا ابينها لكم، يا رب تكون بس بانت يعني. في ناس بتحب تبرز الخيط، مش اللي هو الخياطه العاديه اللي احنا بنعملها، بتبقى بارزه للخيط، هي غرزه معينه بس انا مش عارفه اسمها ايه بصراحه عشان مش هكدب عليكم. وببتدي بقى ايه، انا خيطت الحته اللي فوق بس عشان الحته صغيره شويه، فحبيت ان انا احط فيها الفايبر علشان لما اخيطها ما تبقاش ايه، ما يبقاش الموضوع صعب شوية علينا. بس وكل حتة متخيطها يعني مثلا ايه، عشان هي ضيقة شوية، فعلشان لو انا خيطتها كلها مش هعرف اوصل للحتة اللي فوق دي، فانا خيطتها الاول وبعدين كملت خياطة، قصدي حطيت فيها الفايبر الاول وبعدين كملت خياطة. بص كل ما اخيط حته احط بقى فيها ايه الفايبر، كل ما اخيط حته وبعدين احط فيها الفايبر. لحد ما يفضل اخر حته دي برضو هحط الفايبر. وزي ما قلت لكم برضو العروسه، شوفوا الفيديو بتاعها، ان شاء الله هنزلها لكم في صندوق الوصف، ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول. وخشوا كده خدوا جوله في القناه لاول مره تشوفوني، انا مي الليسي، وهي دي قناتي المتواضعه، قناه الهاند ميد واعمال يدويه، ويدنج بلانر، شويه حاجات كده بسيطه يعني.
واي سؤال او استفسار عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هحاول انزل لكم بقى فيديو، بس فيديوهات حاجات جديده شويه عن النوع ده من الشغل. بس عايز بقى كده كذا حلقه ورا بعض، عايز بالتفصيل اكتر، هحاول اعمله لكم برضو عن يبقى قريب شويه بالتفاصيل اكتر وتكون ايدي واضحه فيه اكتر. بس اول شيء بس اللي عايز ان شاء الله تستفادوا من الفيديو ده يعني. بس وسبت بقى اخر حته خالص حطينا بقى فيها الفايبر وبنخيطها. بعدين بقى عايزين نلزق دول تاني، يعني الاول انا قصيتهم وحطيت مكانهم وحددتهم تمام، نلزق بقى. وجبت برضو قلب صغير من القلب اللي احنا كنا قصينه ده البينك، حطيته يبقى عامل اخر البق كده يدي زي ابتسامة كده شكلها حلو. يا دوب كده بصوا، يا دوب تحطوا شمع خفيف جدا علشان ما يبانش من القماش، خلي بالكم من النقطة دي جدا. وكمان خلي بالكم ان ايه، ان هو هيلزق في ثانية، يعني انتوا تكونوا محددين المكان بالظبط، عارفين حتى لو هتعلموا برصاص عليها كده بحاجة بسيطة خالص، عشان لما تيجوا تلزقوا ما يبص منكم. يعني مثلا انتوا معلمين كذا وبعدين جيتوا تشيلوها عشان تحطوا الشمع، هتلاقوا يا ربي التعليمة كانت فين. فخلي بالكم علشان المكان ما يروحش منكو، وفي نفس الوقت اللي نفسكم حطيتوا العين في حتة تانية واتلزقت بقى خلاص، هتيجوا تشدوها بعد كده في القماش هيبقى صعب، ممكن يتقطع، وخصوصا القماش ده خفيف شوية. بصوا في الاخر برضو قصرتها، يعني هي شوف في الاخر اتأثرت يعني. هذا برضو بعينيكو، يعني العين دي بحسب العين، بعينيكو انتوا. ممكن كمان هقول لكم فكره حلوه جدا، لو انتوا حاسين حوار العين ده صعب جدا عليكم، ان انتوا صعب ان انتوا تظبطوها قوي، ممكن برضو تطبعوها طباعه، والطباعه تقصوا برضو على قد العين بالظبط، لو انتوا مش عارفين تعملوا القوس نفسه تحطوه على القماش وتقصوا من القماش، تقصوا القماش فاهميني، فهيعمل زي حوار الحروف بالظبط. يبقى احنا ما استخدمناش غير الجوخ والفايبر تمام. الفايبر برضو بصوا الفايبر ده بيتباع فين، في محلات بتاعة المخدات طبعا بتبيع الفايبر دي، مش مخدات بس، هتلاقي في ناس اللي هي اللي اسمها ايه يا رب، المنجدين، الناس اللي هي بتبيع ايه، بتبيع اسمه ايه يا ربي، ده انا في البلالة والله ما بفتكرش اي حاجة يا جماعة، والله سامحوني يعني، بياخد وقت على ما افتكر. الناس اللي بتبيع مستلزمات الخياطه بقى كلها، اسمه ايه، السفنج، ايوه عمال افتكر في اسم السفنج، السفنج هتلاقي عنده بقى الفايبر وهتلاقي عنده كل حاجه. ماشي تعالوا بس نشوف دي الغرزه برضو يا جماعه اللي انا كنت عملتها في الهلال، بحاول اعملها في النجوم. طبعا احنا قلنا ان احنا نعملها دبل تمام، خلي بالكم هتعملوا الغرزه دبل، يعني قصدي هتخيطوا الاتنين في بعض. ممكن اللي مش عارف يخيط يلزقها في شمع من حرف كده خالص، تك 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 وشمع وشقلب وقلب، وهتبقى تمام ومش هتبان تمام. لكن في ناس بتبقى عايزه تبين الغرزه اصلا، فممكن تعملها لون اسود عشان تبان، لكن انا مش مبينه الغرزه تمام. انا برضو مش بيرفكت قوي في حته الغرز وكده، فعلى قد ما انا باينه إيه هعملها لكم برضو بلون تاني لو انتوا عايزين تشوفوها ان شاء الله في فيديو تاني لوحدها خالص، اكلمكم عن الفن ده وممكن نعمل بيه ايه وافكار تانية ليه كتير. بس تابعوني بس، اعملوا اهم حاجه فعلوا الجرس عشان تشوفوا كل حاجه جديده. بصوا انا سبت حته مفتوحه وعشان ادخل الفايبر بقى في كل الستار كلها، ويتبقى منها بس الحته اللي هخيطها كده. بعد ما اتخيطت هنعمل طبعا ده مع كل الحروف ايا كان بقى الحروف ايه، يعني الحروف 4 5 عايزين تكتبوا حرف واحد بس.